شكر كتير كبير للإعلام اللبناني اللي أنا قد ما كنت بعيدة رح ضل موجودة رغم أنف الحاقدين. بلشنا هلأ بلشنا بس الحقيقة جانا في حاقدين؟ أكيد بكل مجال يعني بكل أنت ناجحة معناتها في حساد وفي ناس ما بيحبوا لك النجاح وما بدهم إياك تكوني موجودة بشكل كتير قوي خاصة ببلدك.